بإذن الله تعالى. فعينة المشبية الأخرى كذلك كان فيها بعض التجارب الصناعية، وإن كانت ليست يعني فيها نجاحات صناعية كبيرة، ولكن هناك بعض المجالات تاع النجاح. ولكن يجب أن أقف عن شيء مهم لهذه العينة المشبية، وهي شركة إنتاج الإسمنت في بن يسار. هذا المصنع في الحقيقة إن لم يكن له حل فيما يتعلق في البيئة سيضر كثيرا بالفلاح، هذا الأرض فلاحية، وسيضر بالسياح، وسيضر بصحة الماء.